الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة. أهلا شيماء. أهلا بك رعد، أهلا بحضراتكم، والبداية بأبرز العناوين. الدفاع الروسي تعلن دخول صواريخ سارمات العابرة للقارات إلى الخدمة القتالية. وزير الدفاع الإستوني يؤكد للقاهرة الإخبارية استهداف موسكو لبلاده بعدة هجمات سبرانية. الطيران الحربي السوداني يقصف مواقع لميليشيا الدعم السريع قرب جسر شمبات وفي أحياء من أم درمان القديمة. البداية مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. قال يوري بوريسوف رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس إن صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات دخلت الخدمة القتالية، وذلك بعد نحو شهرين من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر الصواريخ القادرة على حمل 10 رؤوس حربية نووية أو أكثر. استنكر الكرملين قرار شركة الدفاع البريطانية BAE Systems تأسيس قاعدة لها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجيش الروسي سوف يستهدف أي منشآت تنتج أسلحة تستخدم ضد موسكو. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذه الخطوة لن تؤثر على مسار الحرب في أوكرانيا. قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن أوكرانيا ستتسلم أول دفعة من دبابات أبرامز منتصف سبتمبر الجاري، وأكملت مجموعة من الجنود الأوكرانيين برنامجا تدريبيا على دبابات M1 أبرامز الأمريكية، وهو سلاح يأمل مسؤولون أمريكيون أن يساعد كييف في اختراق الدفاعات الروسية المحصنة خلال هجوم مضاد. ونقلت بوليتيكو عن المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا الكولونيل مارتن أودينيل قوله إن نحو 200 أوكراني
تدربوا على الدبابات في مناطق تدريب تابعة للجيش الأمريكي في ألمانيا. وقال المسؤول إن 10 دبابات موجودة حاليا في ألمانيا تخضع للتجديدات النهائية، وبمجرد اكتمال ذلك سيتم شحنها إلى أوكرانيا. في وقت تتوارد فيه الأنباء بشأن تحقيق أوكرانيا اختراقاً للخط الدفاعي الرئيسي لروسيا للمرة الأولى في جنوب شرق البلاد، وتزايد آمال كييف في القدرة على البدء باستعادة مناطق كبيرة، أكملت مجموعة من الجنود الأوكرانيين برنامجاً تدريبياً على دبابات أبرامز الأمريكية. المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا الكولونيل مارتن أودونيل قال إن نحو 200 أوكراني تدربوا على دبابات أبرامز في قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي بألمانيا، وتتسلم أوكرانيا الدبابات 10 الأولى من 31 دبابة من طراز أبرامز التي وعدت بها واشنطن في منتصف سبتمبر الجاري، وسط آمال بأن يمنح وصول الدبابات قوات كييف الميزة التي تحتاج إليها لاختراق الدفاعات الروسية الشرسة في هجومها المضاد. مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أشاروا إلى أن الدفعة الأولى من الدبابات التي يبلغ وزن الواحدة منها 70 طناً موجودة حالياً في ألمانيا، وسيتم شحنها إلى أوكرانيا بمجرد الانتهاء من إجراءات التجديد والفحص النهائية. في المقابل، اعتبر مسؤولون أمريكيون أنه على الرغم من أن خطوة تسليم دبابات أبرامز إلى كييف تمثل نجاحاً ملموساً في الهجوم المضاد البطيء الذي تشنه أوكرانيا حتى الآن، فإنه لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها اختراق كبير. تعد دبابات أبرامز جزءاً من قوة مكونة من نحو 300 دبابة تعهد بها حلفاء كييف الغربيون، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 من إسبانيا وألمانيا، ودبابات تشالنجر من المملكة المتحدة، ودبابات لوكلير الخفيفة من فرنسا. ذكرت صحيفة ديل ميل البريطانية أن أوكرانيا تخطط لضرب العاصمة الروسية بسلاح جديد بعدما باتت الهجمات بالطائرات المسيرة على موسكو شبه يومية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوكراني قوله إن كييف تخطط لضرب موسكو التي تبعد 840 كيلومتراً عن الحدود مع أوكرانيا، إلى جانب أهداف أخرى داخل الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى جرى تطويرها مؤخراً. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت عمر المعربوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد عمر، أهلاً بك معنا. إذن نتحدث اليوم عن دبابات أبرامز يتم إيرادها إلى أوكرانيا، وحديث زيلينسكي الرئيس الأوكراني اليوم عن أن السلام لا يمكن أن يكون دائما إلا باسترداد الأراضي التي اقتضمتها موسكو من أوكرانيا. كيف تقرأ تطور المشهد الميداني، خصوصا مع توارد الأنباء عن استخدام الروسي جديد لصواريخ أو دخول صواريخ عبر القارات إلى الخدمة القتالية مثل صاروخ سارمات؟ تحياتي لكم، تحياتي للمشاهدين الكرام. سأبدأ في الحقيقة باستعراض إدخال صاروخ سارمات إلى الخدمة، وأنتقل بعدها إلى مقاربة الوضعية الميدانية القائمة في أوكرانيا. بالنسبة لصاروخ سارمات، من المؤكد أنه من أحدث الصواريخ التي وضعت في الخدمة في كل جيوش العالم. هذا الصاروخ له العديد من الميزات، لدرجة أن الغرب الجماعي سماه بالشيطان رقم 2. وبالتأكيد هذا الصاروخ يمكنه أن يصل في مداه الأقصى إلى 18,000 كيلومتر. هذا ضرب أي نقطة في الكرة الأرضية. هو يحمل بين 10 إلى 18 رأس، يمكن لكل رأس أن يتوجه إلى هدف مستقل. مجموع هذه الرؤوس في القيمة التفجيرية يقارب 500 كيلوطن، ما يعني أن كل رأس متفجر، إذا اقتربنا أن سارمات حملة بعشرة رؤوس يحمل 50 كيلوطن، أي 5 أضعاف القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما وناكازاكي. وبالتالي نحن أمام سلاح جديد، ليس فقط في قوته التدميرية، إنما في قدراته التقنية القادرة على التملص
من المتابعة الرادارية والمتابعة التقنية المختلفة الأوجه، إضافة إلى عدم قدرة أي مضادات جوية الآن على التعاطي مع هذا الصاروخ وإسقاط رؤوسه. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الصاروخ الآن بإدخاله إلى الخدمة سيؤدي إلى منع الحرب النووية وليس اندلاع الحرب النووية، لأنه المعروف الآن أن الروس يتفوقون في مجال الصواريخ الفرد صوتية، وبالتالي مع انطلاق أول صاروخ باتجاه روسيا وكشفه ومع إطلاق يعني مضاد من روسيا، ستصل الصواريخ الروسية إلى أهدافها قبل أن تصل الصواريخ الغربية وعلى رأسها الأمريكية، إضافة إلى ميزات موجودة الآن لدى الروس وهي منظومات الدفاع الجوي S-500 و S-600 التي يعمل على وضعها في الخدمة أيضا، والقادرة على تدمير أي أهداف ما فوق المجال الجوي للأرض. وبالتالي نحن أمام يعني عامل ردع يؤخر ويمنع الحرب النووية وليس مؤديا إلى اندلاعها. هذا طبعا بالنسبة إلى صاروخ سارمات. أما لأبقى مع صاروخ سارمات لو سمحت يعني سيد عمر، يعني دخول هذا الصاروخ قلت أن ذلك سيؤدي إلى ردع أو منع الحرب النووية، ولكن بالمقابل كيف يمكن أن تستخدم موسكو هذا الصاروخ التدميري الواسع وإمكانيات استخدامه في العملية العسكرية التي تشنها الآن في أوكرانيا، خصوصا أن التدمير كما تفضلت التدمير الهائل لديه يعني يعادل قنابل نووية؟ لا طبعا، يعني هو أصلا صاروخ نووي، لكن من المستبعد طبعا استخدام هذا الصاروخ يعني في العملية العسكرية الروسية الخاصة، لأنه إذا ما اضطرت موسكو إلى استخدام صواريخ أو أسلحة نووية يمكنها أن تستخدم يعني صواريخ مختلفة تماما في المجال التكتيكي وليس الاستراتيجي. ومع ذلك يعني أنا أستبعد طبعا أن تستخدم أسلحة نووية حتى تكتيكية بما فيها يعني صواريخ إسكندر وصواريخ كينجال وصواريخ يعني مختلفة الأنواع والأسماء موجودة لدى روسيا، لكن هذا الصاروخ يعني يمكنه أن يحمل حشوات تفجير عادية. استخدامه في العملية العسكرية ليس مربحا لأنه ذو تكلفة كبيرة، وبالتالي أجزم يعني كما غيري من الخبراء بأن تستخدم روسيا هذا الصاروخ للردع على المستوى الاستراتيجي المرتبط بالنزاع على المستوى الدولي وليس في نطاق وإطار العملية العسكرية الروسية. نعم سيد عمر المعربوني الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت أتمنى أسمع إجابة أخرى عن الشق الثاني ولكن وقت المقابلة انتهى. شكرا لك لهذه التفاصيل حول إدخال روسيا للصواريخ الجديدة إلى الخدمة العسكرية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في البلاد ما لم تستعيد كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس وغيرها من الأراضي التي احتلتها روسيا. جاء ذلك خلال تصريحات لزيلينسكي في منتدى البيت الأوروبي أمبرو سيتي لإدارة الأعمال في إيطاليا. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه من غير المقبول عقد أي اجتماعات بشأن صيغة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للسلام. وفي كلمته بمعهد موسكو للعلاقات الدولية أشار لافروف إلى أن روسيا ستصدر الحبوب مجانا لست دول أفريقية كما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين مسبقا. تم توقيع على وثائق وهي تعتبر هامة وهي تشير للنية في العمل بشكل مباشر في مجالات مختلفة، وكما ذكرت في المجال الاقتصادي كان هناك مهام تحضير لمهمات في المجال الاقتصادي في هذه المنطقة وفي عملية التجارة في المواد الغذائية، ومنها التحضير للتوريد المجاني للحبوب الروسية والتي كان قد أعلن عنها الرئيس بوتين في خلال القمة لست دول هي الأكثر معاناة في هذا المجال، وتقريبا حوالي 50,000 طن من الحبوب لكل دولة. Thank you.
في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية قال وزير الدفاع الأوكراني هانو بيفكور إن أستونيا تعمل مع التحالفات الدولية وتبذل كافة الجهود لتأكيد سلامة وأمن حدود البلاد وتأمين المرافق الدفاعية من التهديدات الروسية. وأوضح وزير الدفاع الأستوني أن بلاده كانت من الدول الأولى التي هاجمتها روسيا سبرانيا في 2007 وأنها شهدت الكثير من تلك الهجمات هذا العام. روسيا تعتبر هي التهديد الرئيسي لأستونيا وحريتها، ولهذا نحن أعضاء بالاتحاد الأوروبي وبحلف الناتو وعدد من التحالفات الأخرى لضمان أمننا وسلامتنا في مواجهة روسيا، فبالتالي الهدف الأساسي هو حماية الحدود، وعلينا أن نفعل ذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، لأننا لدينا حدود مع الاتحاد الأوروبي وهي الفرونتكس التي تساعدنا في هذا الأمر لتعزيز حماية الحدود، ونحن نبذل قصارى جهدنا وجهود إضافية لتأكيد حماية وأمن وسلامة الحدود الإستونية على كافة الاتجاهات، سواء فيما يتعلق بالتهديدات الدفاعية، وبالتالي نحن نضع المزيد من التحصينات والمرافق الدفاعية على الحدود في كافة الاتجاهات. خلال الأعوام القادمة سوف يكون لدينا مستوى كبير من قوات الدفاع مع الحدود الروسية. إلى ذلك طالب وزير دفاع أستونيا هانو بيفكور المفوضية الأوروبية بزيادة دعمها المالي لأوكرانيا ليصل إلى 21 مليار يورو. كما دعا بيفكور المفوضية الأوروبية خلال لقائه على القاهرة الإخبارية، دعا إلى تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي لوزارات الدفاع لمساعدة كييف. نرى أن الصناعة والقطاع الصناعي العسكري بدأ ينتج المزيد، ولديه أصبحت قدرات أكبر في زيادة حجم الإنتاج من هذه القذائف وغيرها من العتاد. ثانيا، كان هناك مقترحا على طاولة المفاوضات في مفوضية الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم المالي المقدم إلى المؤسسات العسكرية الأوكرانية وقواتها المسلحة حتى يصل إلى 21 مليار يورو. ثالثا، ما تناولته خلال الاجتماع وزراء الدفاع أنه لا بد أن ننظر إلى كافة الخيارات لإعادة تأهيل وإصلاح كافة الذخائر والقذائف والعتاد العسكري، وبالتالي إن كان لا زال هناك مشكلة لتحقيق هدف المليون قذيفة، لابد أن نكون مستعدين على أي حال لتدبير أو شراء من الدول الخارجية. وقال وزير الدفاع أستونيا أن بلاده تعمل على عدد من الإجراءات الجادة لإرسال طائرات F-16 ودبابات أمريكية إلى أوكرانيا. كما أشار إلى أن القطاع الصناعي العسكري بدأ ينتج المزيد من القذائف لدعم كييف في حربها ضد روسيا. وإستونيا في بداية هذا العام قامت بعمل مبادرة لإرسال مليون قذيفة إلى من المدفعية إلى أوكرانيا، وهذا أيضا أمرا جاري ومستمر من كافة الحلفاء، ونحن في حاجة إلى تعجيل هذه العملية من الدعم، وبذلك فهناك أيضا عدد من الإجراءات المتخذة الجادة لإرسال الطائرات F-16 وبعض الدبابات الأمريكية، الجاري الإعداد لإرسالها إلى أوكرانيا، وهذا أيضا من شأنها التعجيل بانتصار أوكرانيا في هذه الحرب. وبالطبع إستونيا سوف تناصر تعجيل كافة الإمدادات اللازمة لدعم أوكرانيا في حربها، ولا بد أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب، والسبب الرئيسي كما ذكرنا من قبل هو وضع الهيكل العام للأمن والسلم في المنطقة خلال العقود القادمة. أصدرت السلطات البريطانية أوامر ل 156 مدرسة في المملكة المتحدة بإغلاق بعض مبانيها باعتبارها غير آمنة. وقالت وزارة التعليم البريطانية إن تلك المدارس تأثرت جراء استخدام خرسانة مسامية خفيفة الوزن كثافتها أقل من كثافة الخرسانة العادية في بناء بعض مبانيها، ما جعلها تواجه خطر الانهيار. وعانى نظام التعليم البريطاني الذي لا يزال يتعافى من أثر التعليم عن بعد جراء جائحة كوفيد-19 من إضرابات المعلمين لمدة 6 أشهر في 2023، بالإضافة إلى نقص التمويل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير. أبو بكر أهلا بك. إذا مشكلة جديدة تضاف إلى رصيد مشكلات نظام التعليم في بريطانيا إلى جانب الإضرابات ونقص التمويل، تفاصيل أوفى معك.
نعم صحيح، هي ليست مجرد مشكلة، هي كما وصفتها الاتحادات والمعارضون بأنها فضيحة حقيقة. حماس أداء الحكومة بشكل خاص ووزارة التعليم بشكل أخص. الإعلان تم بالفعل عن أن 156 مدرسة سوف يتم إغلاقها إما كليا أو جزئيا بسبب مخاطر أنها قد تنهار مبانيها سواء غرفها الصفية أو أي شيء من المباني في أي لحظة بسبب عيوب في الخرسانة التي استخدمت في بناء هذه المدارس. الإعلان يأتي قبل 5 أيام فقط من بدء العام الدراسي، حيث أعلن وزير المدارس نيك جيب أنه تم إبلاغ عدد من المدارس بالأمس فقط بقرار إغلاقها أو إغلاق أجزاء منها، في حين أن عددا آخر من المدارس لم يتم إغلاقه حتى الآن، ونفى أنه يعلم العدد الدقيق أو النهائي لهذه المدارس، وأنه حتى الآن لم يتم إصدار قائمة نهائية بأسماء المدارس التي سوف يتم إغلاقها. عفوا. نعم أبو بكر، هذا تحدي كبير أمام نظام التعليم ووزارة التعليم في بريطانيا قبل بدء العام الدراسي الجديد ب5 أيام. ما هو الحل إذن التي تسير فيه وزارة التعليم بنقل الطلاب في المدارس التي أغلقت إلى مدارس أخرى، وبالنسبة للمدارس التي لم يتم إغلاقها وهناك تضرر جزئي بها، كيف سيتم التعامل من الناحية الأمنية ومن الناحية بتأمين الطلاب المتواجدين فيها؟ الحلول حتى الآن الذي تحدث عنها وزير المدارس ووزير التعليم تحدثوا عن أن الطلاب قد يتم تحويلهم إلى نظام التعليم عن بعد، وقد يتم استضافتهم في عدد أخرى من المدارس. لم يعطي تفاصيل كثيرة ولم يعطي حتى سقف زمني لجهة كم من الوقت سوف يمضي هؤلاء الطلاب في مدارسهم الجديدة أو في نظام التعليم عن بعد. الحكومة من الواضح أنها لا تمتلك الكثير من الحلول الآن، هناك أسئلة أكثر مما هناك أجوبة. الأهالي قلقون بشكل كبير على سلامة أبنائهم وعلى مستقبلهم. الحديث ليس عن مخاوف بسيطة، الحديث عن مخاوف هنا تهدد الحياة، وفضيحة تمس أداء الحكومة، وهي فضيحة مستمرة لجهة أساسا أن هناك إضرابات كما قلنا منذ 6 أشهر، هناك أزمة بين الحكومة والمعلمين من جهة، الآن هناك أزمة مع المجتمع المحلي ومع الطلاب ومع أولياء الأمور. والأزمة الكبرى أن هذا الحدث هو ليس جديدا، بمعنى أنه قبل خمس سنوات من الآن حصل بالفعل أن انهار سقف أحد الغرف الصفية في إحدى المدارس، ويومها تم تشكيل لجنة تحقيق خلصت إلى أن هناك عيوب ما في مواد البناء وأنه لابد أن يكون هناك إجراء ما يجب اتخاذه. والآن نحن على بعد 5 سنوات من هذا الحدث، والآن فقط قبل 5 أيام من بداية العام الدراسي يتم اتخاذ قرار بإغلاق عدد المدارس. عندما سئل وزير التعليم لماذا الآن وقبل هذه الأيام فقط، عدة أيام فقط من بداية العام الدراسي، قال أن يعني أدلة جديدة ظهرت، والحديث عن أن أحد الأعمدة في إحدى المدارس انهار، وأن البحث أثبت أنه لم يتعرض لأي عامل خارجي، وأن الانهيار سببه هو نوعية الخرسانة المستخدمة في هذا الانهيار حدث مؤخرا. لذلك تم اتخاذ قرار على عجل بإغلاق كل المدارس أو كل المباني داخل المدارس التي تم استخدام هذا النوع من الخرسانة فيها. إذا بحكم المنطق والمحللين فقط يقولون إذا هذا عدد من المدارس سوف يتم إغلاقه بسبب عيوب في البناء، أن عمليات الإصلاح لن تتم خلال أيام ولا حتى خلال أسابيع. نحن نتحدث عن عدد كبير من المدارس، عدد ضخم من المباني، لابد أن يتم إعادة تأمينها إن لم يكن إعادة بنائها. نحن نتحدث عن ميزانية ضخمة، والأهم عن فترة زمنية طويلة، ولم تقدم الحكومة حتى الآن حلولا لأين سوف يذهب هؤلاء الطلاب ولكم من الوقت وما هي الخطط البديلة. المشكلة كبيرة وتضاف إلى سجل الإخفاقات الكبيرة حقيقة التي وقع فيها حتى الآن حكومة المحافظين على قبل عام فقط من الانتخابات القادمة. مع الحديث أبو بكر عن التقاعس وبطء الوصول إلى الأدلة التي تشير إلى أن هذه المباني غير آمنة قبل 5 أيام من بدء العام الدراسي الجديد، هذا بالطبع أثار غضب أولياء الأمور والمعلمين. ما هو شكل الضغط الممارس من أولياء الأمور والمعلمين على المسؤولين في وزارة التعليم في بريطانيا؟ رد الفعل الأول هو الإعلان عن الغضب. نحن نتحدث عن خبر عمره ساعات، لذلك لم توجد حتى الآن ردود فعل شعبوية بالمعنى، هناك نمط من التحرك
المؤثر في الشوارع، لكن هناك حالة من الغضب، هناك حالة من الهجوم الكبير على منصات التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام على قرارات الحكومة، والجميع يطلب الآن أن يعرف أين سوف يذهب أبناؤه إلى أي مدرسة، وما هي الاحتياطات الأمنية المتخذة في المدارس الأخرى، وهم الآن يشككون في مصداقية الحكومة، بمعنى أنه هناك حديث عن 156 مدرسة بالفعل تم إغلاقها، من يضمن لنا أن بقية المدارس بحالة جيدة ولا توجد بها مشاكل، لأنه عمليا لا تزال عمليات الفحص لعدد من المدارس مستمرة، بمعنى أن هذه الأرقام قد يعلن عن مدارس أخرى، فالأهالي الآن متخوفون من إرسال أبنائهم إلى مدارسهم بعد 5 أيام قبل أن تجد هناك تأكيدات بأن هذه المدارس آمنة بالفعل. هناك إشكالية كبيرة قد تهدد بداية العام الدراسي، بإما بالتأجيل أو بالتحول إلى نظام التعلم عن بعد. هذا النظام استخدم فترة كورونا، وللعلم كانت نتائج الطلاب الدراسية في نهاية العام ولا زالت حتى هذه الأعوام متغيرة بسبب ظروف جائحة كورونا. هذا العام فقط هو أول عام تم التخلص من آثار جائحة كورونا على معدلات الطلاب. نعم في نعم أبو بكر، إذن الإشكالية إذا عادوا لنظام التعلم عن بعد نحن أمام فترة طويلة ونفقات كبيرة، وأعتقد أن الحكومة سوف تكون بالفعل أمام أزمة كبيرة. نعم في حال شكرا جزيلا لك أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية من لندن، شكرا جزيلا لك. ما زلنا في لندن، حيث أعلنت الجمعية الطبية البريطانية عن تنفيذ الأطباء والاستشاريين إضرابا مشتركا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وأوضحت النقابة أن الأطباء قاموا بإعادة التصويت لتمديد فترة الإضرابات بنسبة موافقة تخطت 98%، وأنهم سيقومون بستة إضرابات خلال الشهرين المقبلين في 11 مدينة من بينها العاصمة لندن، وذلك احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم برفع الأجور وتحسين أوضاعهم الوظيفية. شيع الفلسطينيون جنازة شاب استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عقاب شمال محافظة طوباس بالضفة الغربية. كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقاب صباح اليوم وحاصرت منزلا وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أدى لإصابة 4 شبان واستشهاد أحدهم، وذلك قبل أن تقصف المنزل المحاصرة وتدمر أجزاء منه. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن الطيران الحربي السوداني قصف أو قام بقصف عدد من مواقع ميليشيا الدعم السريع بالقرب من جسر شنبات وأحياء لأم درمان القديمة، وأشار مراسلنا إلى سماع أصوات المدفعية الثقيلة في محيط الأندلس بجنوب غربي العاصمة الخرطوم. يعاني اللاجئون السودانيون في مدينة أدري شرق تشاد الحدودية مع غرب السودان من صعوبة إيجاد الأدوية والمستلزمات الطبية، وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد السودانيين الذين لجأوا إلى تشاد منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع تجاوز 380,000 شخص. فر مئات الآلاف من السودانيين في الحرب من بلادهم إلى تشاد، حيث وجدوا الأمان في أكواخ هشة في مناطق صحراوية، لكنهم باتوا أمام تحد لا يقل صعوبة، هو إيجاد الرعاية الطبية والأدوية للبقاء على قيد الحياة. في مدينة أدري شرق تشاد الحدودية مع غرب السودان يشكو المعمر آدم موسى باخت، الذي يقول إنه يبلغ من العمر 108 أعوام، صعوبة إيجاد العلاجات الطبية التي يحتاج إليها. عندي سكري وأزمة وحساسية ودول كله عندي وقاوت كله عندي، هاي وسجيت الدنو هقنا وتاكوراي بوجاني ده الدنو هقنا وبخاخات ما في، قال نمشي سوق نشوف وبتاع سكر ده، قال اللي يومين 3 يجي ده تجي.
وباخت هو واحد من نحو 200,000 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين، لجأوا من السودان إلى مدينة أدري، وبعدما اضطر كثيرون منهم إلى السير مسافات طويلة والمخاطرة بعبور الحدود مشياً لبلوغ بر الأمان، بات هؤلاء أمام تحد يومي لتأمين أبسط متطلبات الحياة في ظل غياب مرافق الصرف الصحي واقتصار العناية الطبية على عيادات ميدانية. منظمة أطباء بلا حدود أبدت قلقها من تزايد حالات الإصابة بالملاريا مع موسم الأمطار في تشاد، وتعرض اللاجئين بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه مثل الكوليرا. اليوم بنستقبل ما بين 100 ل 300 حالة، كحد أدنى 100، كحد أعلى ممكن هو ما في حد أعلى، ممكن العدد يزيد على حسب، يعني لأنه النسبة بتاعت الأمراض عالية جدا. يعني من العوائق اللي بتواجهنا نحن هنا في العيادة إنه الدواء، استمرارية دعم الدواء، يعني أصعب حاجة نحن عندنا هنا صرف الدواء، لأنه صرف الدواء عالي شديد، فيعني إحنا ممكن نجيف تحت أي لحظة لأنه الدواء غير متوفر بصورة دائمة، فنحن محتاجين لدعم كامل بالنسبة لموضوع الأدوية. وبينما تحذر المنظمات الإنسانية من مخاطر تزايد الأمراض وسط اللاجئين، رجحت أطباء بلا حدود ارتفاع هذا الخطر في غياب المياه النظيفة، حيث يبدأ الناس الاصطفاف للحصول على المياه من الساعة 2 صباحاً. النشرة متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. السويد تطالب تركيا بسرعة المصادقة على طلبها للانضمام إلى حلف الناتو. أهلا بكم من جديد، والآن إلى التطورات في الجابون. août 2023. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. دعت المعارضة في الجابون المجتمع الدولي للضغط على المجلس الانتقالي لإعادة السلطة إلى المدنيين. تأمل المعارضة أن يناقش المجلس العسكري الخطط الانتقالية للبلاد والعودة إلى النظام الجمهوري بمشاركة كافة الأحزاب السياسية. ومن المتوقع أن يؤدي بريس سانجيما اليمين رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون يوم الاثنين المقبل. تسبب إغلاق حدود الجابون في ازدحام العشرات من سائقي الشاحنات عند المعبر الحدودي. كان المجلس الانتقالي في الجابون أعلن إغلاق الحدود إلى أجل غير مسمى. أزمة جديدة تطول دولة أفريقية، هذه المرة في الجابون، فبعد الاستيلاء على السلطة والإطاحة برئيسها علي بونغو، قرر المجلس الانتقالي إغلاق حدود البلاد إلى أجل غير مسمى. تداعيات هذا القرار ألقت بظلالها على حدود الكاميرون مع الجابون، حيث تقطعت السبل بعشرات الشاحنات والسيارات العالقة بالقرب من هذه الحدود، ومع تهديد سبل معيشتهم يواجه السائقون مأزق عدم القدرة على العمل. أنا عالق هنا، سيارتنا متوقفة ولا يمكننا حتى العمل لأن المعابر مغلقة. نطالب بفتح الحدود، لا نعرف حتى ما سنفعله، نحن حقا لا نعرف. نناشد السلطات بفتح الحدود حتى يمكننا العمل. الحدود مغلقة ولا نعرف متى سيتم إعادة فتحها. نحن هنا لفترة من الوقت، لكن الحياة صعبة بعض الشيء في شاحناتنا، ننام في الخارج، ينظر إلينا على أننا غير مهمين، نحن لا نجد مياه نظيفة، من الصعب العثور على الماء، نحن لا نعلم ماذا سيحدث هناك في الجابون، وما زلنا ننتظر. مصير مجهول لما ستؤول إليه الأوضاع في الجابون وسط تمسك المجلس الانتقالي هناك بموقفه ومحاولات إقليمية ودولية لإعادة النظام الدستوري وعودة الأمور إلى طبيعتها.
حثت الصين الولايات المتحدة على وقف التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي من خلال اتخاذ مواقف بشأن السيادة على الجزر في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية ووتشيان في مؤتمر صحفي، قال إن تدخل الولايات المتحدة يقوض السلام والاستقرار الإقليميين. بلهجة حادة وقوية حثت الصين الولايات المتحدة على وقف التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي والتوقف عن زرع الارتباك والخلاف وتأجيج النيران، معتبرة ذلك تقويضاً للسلام والاستقرار الإقليميين. المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية ووتشيان أكد أن واشنطن كانت تدعم تسليم الفلبين لوازم البناء إلى السفينة الحربية الراسية بشكل غير قانوني على رنآي جياو، وسبق أن هددت الولايات المتحدة الصين مراراً بالاتفاقية المشتركة مع الفلبين، تلك الاتفاقية التي دفعت بكين ببطلانها ووصفتها بأنها غير قانونية، دافعة بأن تلك التحركات الأمريكية تتعارض مع الالتزام العلني للولايات المتحدة بعدم اتخاذ موقف بشأن قضية السيادة على الجزر في بحر الصين الجنوبي، ما يؤدي بدوره إلى تقويض السلام والاستقرار بشكل خطير في بحر الصين الجنوبي وتصعيد التوترات في المنطقة. وزارة الدفاع الصينية دعت أيضاً في بيان لها دول المنطقة أن تبقى في حالة تأهب قصوى للعمل مع الصين على دعم السلام والاستقرار بشكل مشترك في بحر الصين الجنوبي، وأكد البيان عزم الجيش الصيني حماية السيادة الوطنية والحقوق والمصالح البحرية في بحر الصين الجنوبي. تحركات الجانب الفلبيني وصفها وو بأنها تنتهك سيادة الصين وتنتهك إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، مبرراً ردود خفر السواحل الصينية. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فإن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال مؤخراً إن قرار التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي ملزم لجميع الأطراف، وإن معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين تمتد إلى السفن العامة والطائرات والقوات المسلحة الفلبينية، بما في ذلك ساحلها والحرس في بحر الصين الجنوبي الذي ربما يشهد مزيداً من التصعيد الأمريكي المدفوع بأيد فلبينية لاستفزاز التنين الصيني. أعرب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم عن أمله من مصادقة تركيا على طلب بلاده للانضمام لحلف شمال الأطلسي عندما ينعقد البرلمان التركي مجدداً في أكتوبر المقبل. وأشار بيلستروم إلى أن البرلمان مؤسسة سيادية، لكن الحكومة التركية وعدت في قمة فيلنيوس بضمان التصديق السريع من البرلمان على طلب السويد. أعلنت السلطات الهندية نشر نحو 130 ألف فرد من قوات الأمن في موقع استضافة قمة مجموعة العشرين في نيودلهي هذا الشهر، وستنفذ السلطات إجراءات للدفاع الجوي المتكامل في دلهي والمناطق القريبة، كما يستعين الجيش الهندي بأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة للتصدي لأي تهديدات جوية. وإلى أخبار الاقتصاد، حيث أظهرت مسودة للاتحاد الأوروبي أن دوله تستعد للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28. ويعمل دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27 دولة، على صياغة موقفهم استعدادا للمؤتمر الذي تستضيفه الإمارات، حيث ستحاول حوالي 200 دولة تعزيز الجهود الرامية إلى كبح تغير المناخ. قال البنك المركزي الأوكراني أن الحساب الجاري سجل عجزاً بلغ ملياري دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وذكر المركزي الأوكراني أن عجز الحساب الجاري بلغ 777 مليون دولار في يوليو بعد فائض
مليار و400 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وانخفضت صادرات السلع في البلاد بنحو 17.1% بينما زادت الواردات 10.2% الشهر الماضي. قال بنك الرهن العقاري شين وايد إن أسعار المنازل البريطانية انخفضت في أغسطس الماضي بنسبة 0.3% عن مستواها قبل عام، وهو أكبر انخفاض سنوي لها منذ يوليو 2009. ووفقا للبنك، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص الطلب من المشترين، ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة منذ ديسمبر 2021 إلى 5.25%. وتتوقع الأسواق المالية زيادة أخرى لسعر الفائدة هذا الشهر إلى 5.5%. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنها أجرت مناقشة مثمرة مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وذكرت عبر منصة إكس إنها تتطلع إلى العمل مع بكين فيما يتعلق بقضايا عالمية مثل تغير المناخ ودعم الاقتصادات النامية. وتقوم جورجيفا بزيارة للصين تستمر حتى يوم الأحد القادم للقاء كبار القادة الصينيين قبل التوجه إلى إندونيسيا والهند لحضور قمتي آسيان ومجموعة العشرين. رياضيا، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن نادي ليفربول رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني لضم محمد صلاح من نادي الاتحاد السعودي، ويملك صلاح عقدا مع الليفر حتى صيف 2025. وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما خلال 6 مواسم إجمالية 221 مباراة مسجلا 138 هدفا، كما فاز بالحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز في 3 مناسبات. توج النرويجي إيرلين هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2022-2023، وقدم هالاند موسماً تاريخياً مع سيتيزنز بتتويجه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما حصد جائزة هداف البريمير ليج ب 36 هدفاً، كما حصد الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي جائزة أفضل مدرب متفوقاً على الإيطاليين سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق. وفي الدوري الألماني يستضيف بروسيا دورتموند فريق هايدنهايم ضمن الجولة الثالثة، ويحتل أسود الفستيفاليا المركز السادس في الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل. أما هايدنهايم الصاعد حديثا فتعرض لخسارتين متتاليتين أبقته بلا رصيد من النقاط. أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي ضم لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز قادما من وولفرهامبتون، وأشار سيتي في بيان رسمي إلى أن نونيز وقع على تعاقد مدته 5 مواسم ينتهي في صيف 2028. وأضاف بطل الدوري الإنجليزي في بيان آخر أنه أعار لاعب الوسط الشاب تومي دويل إلى وولفرهامبتون لمدة موسم، هذا وتعاقد وولفرهامبتون مع نونيز في أغسطس الماضي مقابل 45 مليون يورو في صفقة قياسية على مستوى النادي قادما من سبورتينغ لشبونة بعقد لمدة 5 سنوات. أعلن تشيلسي ضم الشاب كول بالمر لاعب مانشستر سيتي بعقد طويل الأمد، وذكر تشيلسي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي أن بالمر وقع عقدا مع النادي لمدة 7 أعوام مع خيار التمديد لعام آخر. ولم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى أنها تكلفت 40 مليون جنيه استرليني إضافة
إلى بعض المتغيرات. وبعيدا عن الرياضة وتحديدا في مدينة العلمين الجديدة المصرية، اجتمع في حفل غنائي ضخم عدد من النجوم الشباب، وذلك في سهرة غنائية كبيرة لتقديم باقة من أبرز أعمالهم التي حققت نجاحا ضخما وارتبط بها الجمهور على مدار الفترة الأخيرة. هذا ويعتبر مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية، والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم. للمزيد ينضم إلينا من مدينة العلمين الجديدة أو تنضم إلينا من مدينة العلمين الجديدة مراسلة القاهرة الإخبارية فرح الخولي. فرح، أهلا بك، ضعينا في آخر التفاصيل لديك في الأيام الأخيرة لمهرجان العلمين الجديدة الأضخم في مصر والشرق الأوسط حتى الساعة. يعني نعم رعد، نحن على مشرف الانتهاء من عمر هذا المهرجان، مهرجان مدينة العالمين الذي أضفى سحر ورونق خاص على هذه المدينة المطلة على سواحل البحر المتوسط. نحن اليوم على موعد مع صاحب يعني القاعدة الجماهيرية العريضة المصرية والعربية وأيضا الأجنبية، وهو الرابر المصري ويجز. يعني حقق ويجز خلال الأعوام الماضية أو ثلاثة أعوام متتالية من عام 2020 نجاح باهر، وحقق الملايين من المشاهدات، تجاوزت 25 مليون مشاهدة في إطلاق الأغاني الخاصة به، وشارك أيضا ويجز في يعني ختام كأس العالم لكرة القدم العام الماضي المنعقد بقطر، ويعني ويجز واحد من الرابرز المصريين المؤثرين بالفعل بأغانيه التي لها رسائل مختلفة. أما بالنسبة لغدا نشهد حفل مع فرقة شارموفرز، وهي أيضا فرقة مصرية، وعدد من الفعاليات المختلفة الذي يتضمنها هذا المهرجان المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، ويرسم ويزين هذه المدينة وكأنه مسرح مكشوف وبمثابة رؤية لوحات فنية مختلفة وذات طابع يستمتع به الزوار وحضور هذه المدينة في هذا الموسم الصيفي المختلف. يعني نشهد عدد كبير من الفعاليات التي انعكست على رؤية مصر وتؤكد دور هذه الدولة في التنمية المستمرة، وأنها تضع كل مدينة وكل محافظة في مصاف الدول العالمية للجذب السياحي والاستثماري أيضا. فهذه المدينة تشهد عدد كبير جدا من الاستثمارات، حتى بحديثنا مع عدد من زوار المدينة قال البعض منهم من دول الخليج وغيرها من الدول الأجنبية أنهم يجيوا إلى هنا للاستثمار في القطاعات المختلفة، سواء القطاع السياحي، قطاع أيضا الأنشطة الحيوية الموجودة هنا على مدار هذا العام وطوال العام، ليس فقط في موسم الصيف، لأن هذه المدينة مدينة مستدامة طوال العام، شتاء وصيفا يوجد بها أنشطة، يوجد بها حياة كاملة دراسية ورياضية وأنشطة وجامعات ومدارس وكل شيء. نعم فرح، يرغب فيه أي شخص للعيش هنا في مدينة العلمين المصرية. فرح الخولي مراسلة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، العالم علمين، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل لختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بأهم العناوين. الدفاع الروسي تعلن دخول صواريخ سرمات العابرة للقارات إلى الخدمة القتالية. وزير الدفاع الإستوني يؤكد للقاهرة الإخبارية استهداف موسكو لبلاده بعدة هجمات سبرانية. الطيران الحربي السوداني يقصف مواقع لميليشيا الدعم السريع قرب جسر شمبات وفي أحياء من أم درمان القديمة. في الختام، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام ويوتيوب، ومتابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 أفقي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر أسفل الشاشة. شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.